لننتقل الآن إلى النشاط الاستقصائي. هذا النشاط بعنوان طبقي الصحي. لنقرأ خطوات هذا النشاط. قم برسم طبق الطعام الذي تناولته اليوم. قم برسم أو لصق صور لهذه الأطعمة. قارن بين طبق الطعام الخاص بك وطبق طعام صحي. إذن هل فهمتم المطلوب؟ المطلوب منكم، سنقوم نحن باللصق لأن لدينا صور جاهزة في كتاب النشاط، سنستخدمها ونلصقها في الطبق. بعد أن تكونوا وجبتكم التي أكلتموها اليوم، كونوا صادقين في لصق الصور للأطعمة التي أكلتموها اليوم في وجبة الإفطار أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء على ما تختارون، ثم قارنوا بين طبقكم والطبق الطعام الصحي. كل طالب يكون صادق مع نفسه ويقارن بين وجبته والوجبة الصحية. إذا ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى صور أطعمة. سنلصق الصور في ورقة العمل 1 إلى 4 ألف. سنكتب التاريخ هنا. هذا النشاط طبقي الصحي، هذا الطبق، وأنتم ستلصقون عليه صور الأطعمة أو الطعام أو الوجبة التي أكلتموها اليوم. هذه في صفحة 71. من أين نحضر الصور؟ من هذه الورقة، ورقة المصادر 1 إلى 4 ألف. هذه الورقة خاصة بالطعام والشراب الصحي بدرس، يعني اللي خاصة لهذا الدرس، لكن فيها أشياء غير صحية. ننظر مثلا، هنا لدينا العصير بسنتوب برتقال يعتبر غير صحي، وأيضا هنا لدينا شيبس، ولدينا رقائق بطاطس، ولدينا أيضا شوكولاتة. إذن هذه بعض الأشياء غير صحية. الآن ماذا نريد منكم؟ أن تقصوا الصور التي أكلتموها في وجبتكم لليوم. كونوا صادقين، إذا الشيء الذي أكلتموه لا يوجد هنا في الصورة، ممكن أن ترسموه، أن ترسموه في ذلك الطبق. بعد أن تكونوا طبقكم، كما قلت لكم سابقا، عليكم أن تقارنوا مع الطبق الصحي. إذا قارنوا، هل وجبتكم التي أكلتموها اليوم صحية أم غير صحية، وما هي خطتكم للمستقبل؟ إذا كان طبقكم غير صحي، فلا بد أن تعملوا خطة لتحسين الوضع وتكونوا تأكلون وجبات صحية.